دانيال بخير، لاباس عليكم دانيال؟ كلشي مزيان. اليوم احنا ان شاء الله كنتواجدوا في الصحراء ديال الرشيديه. احنا ان شاء الله في طريق الى العمل، كنتو خدموا واحد الريزو كاين في الجبل هنا تقريبا، كاين شي 40 كيلومتر ديال الفيست. الصحراء دي كاملها ما فيهاش الريزو، ولكن ان شاء الله من القدام غيولي فيها الريزو ان شاء الله. الناس اللي كاملين كاين هنا غيستافدوا من التغطية ولله الحمد. كما كتشوفوا الاخوان هنايا غير صحراء، كاين نعمة لا سكان لا شي واحد كيدير هاد الوطنية. والطريقة دي اللي كتشوفوها هاد البيستا كيما هي مصايبة بحال هكا وبهذا الشكل هذا، يعني راه ماشي مغاربة أو لي جماعة أو لي شي واحد اللي مصايبة تراك، راهم القطريين اللي مصايبين هاد الطريقة هادينا. يعني هاد الصحراء هادي كاملة عامرة بالقطريين، والأكثرية الكبار كيدوزو من هنايا بزاف. واليوم ان شاء الله جيت لهاد المنطقة هادي، انا مشيت تبع هداك الريزو ان شاء الله، واضطريت انني ماشي اضطريت ولكن حبيت نشارك معاكم هاد الجولة هادي وهاد الخرجة هادي لهاد الصحراء هادي هنايا. بعض المرات كنا كنجيو هنا كنلقاو الغزالات في هاد البلاصة هادي هنايا، كنلقاو كثرة في هاد المنطقة هنايا، كنلقاو بزاف لا هذا لقيت ان شاء الله بعد غزالات يومين ان شاء الله غادي نصورهم لكم. معاكم كتشوفوا غير الصحراء هنايا كنشوفوا، وكيما وعدتكم ديما ان شاء الله اي بلاصه مشيت ليها وعجبتني هذيك المنطقه غادي نضطر انني نصورها نصور لكم باش انتم تعيشوا معنا هذا الجو وهذه الخدمه هذه اللي حنا كنخدموا عليها يوميا. نضربوا الديسكو تبقى هذا نضربوا بزاف، يعني كاين نهار اللي كنضربوا فيه حتى 1000 كيلومتر، كتمشي وكتعاود ترجع في نهار واحد 600 500 400 كيلومتر. بحال اليوم ان شاء الله كنحكيو راه جينا من كازا حتى الراشيديا، يعني راه شي 600 كيلومتر تقريبا، 600 كيلومتر وعاد ربعين 35 كيلومتر في الروح وعاد 40 كيلومتر بيستا ثلاث تنسيت. وغنمشي ان شاء الله وغادي نخدم سيت ان شاء الله، غادي نسالي اليوم ان شاء الله بعد الخدمة وغادي نعاود نرجع عاوتاني للعشية، نعاود نرجع عاوتاني 500 كيلومتر ونعاود 400 كيلومتر والحمد لله. انا غلط
الفيديو وجات البلاصه هذه خدمه بزاف بزاف سوق بيت ديال بجوج ديال انا نسى سوق بيت كنصور بيت ديال الشاوي لهنا ما كاينش غير تقريبا هاد الصحراء ديال اليوم نسمحوا ليا والغزالات راهم كيبان ليا من هنا ملي غنوصل حتى الغزالات غادي نوقف تنصورهم عاد غنتحرك هذيك الساعه كما كتشوفوا الاخوان ها هما الغزالات في الصحراء ها هما تبارك الله شحال من وحده وكاين بزاف كاينش غير هذو راه كاين بزاف ديال الغزالات في هذه المنطقه هذه الصحراء ديال الرشيديه غنشوف الا لقيت الاخرين عاوتاني هنا قدامنا غادي نعاود نصورهم هنا موجودين هنا تيكونوا بزاف ديال الغزالات في هذه المنطقه هذه الا نعاود لقيتهم غادي نصورهم بزاف فيها الحجر غنوصل ليلة بلي عاوتاني الغزالات في الشيخ غنتأخر غادي نعاود نصورهم حتى نوصلو للريزو ان شاء الله مرة اخرى هاهما شوفو تبارك الله شحال من وحدة شوف ما شاء الله 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 صافي دابا الاخوان خرجنا من هاد البلاصه اللي فيها كاع الغزالات صافي بعدنا دابا عليهم دابا غنشدو الطريق ان شاء الله للخدمه نمشيو للريزو دابا ديال تاني شي غزالات اخرين او شي حاجه اخرى ان شاء الله في الطريق غادي نحاول باش نصورها في هذه الخدمة هذه والحمد لله ما شي كانت تشكى ولا تقول الله بارك الحين عايشين بها وعايشين بها وليداتنا كارين منها مخلصين منها والضوء الله بارك الحمد مصبطين ما خصنا حتى شي خير الحمد لله وفيها كنخرجوا كنجولوا شوية واخا فيها شوية ديال التكركيس ولكن ماشي ماشي مشكل ما كيخرج بها واحد هو اللي خصو يدير على شي رجع نتمنى الله الخير والاخوان الى عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى اللي كنقدم ان شاء الله شاركوا معنا في القناه وبارطاجيو الفيديو وخلونا الاخوان عطيونا الراي ديالكم في هذا الفيديو هذا واش شنو السلبيات اللي فيه وشنو الايجابيات اللي فيه واش كيعجبكم المحتوى اللي كتقدم هذه القناه هذه عطيونا السلبيات باش نحاولوا نخدموا عليهم شنو كيعجبكم في هذا المحتوى اللي كنقدموا وكنتمنى الاخوان يكون عند حسن الظن ديالكم نتمنى ان شاء الله نكون كنفيدكم في شي حاجه واذا ما كنتش كنفيدكم حتى في شي حاجه المهم خليو لي كومونتير قولوا لي شنو يمكن لي ندير هنا تعاونوا مع بعضياتنا وشي واحد حاب شي بلاصه نصورها ليه ونصيفط عليه ماشي مشكل المهم انا خارجين كنسارع في بلاصه خصنا نكون في البلاصه اللي كنتواجد فيها بحال دابا انا حاليا كاين في الرشيديه اللي حب شي بلاصه باغي صورة عليه في الرشيديه او باغي يستافد منها في الرشيديه عين المكان حتي كان نمشي نصورها عليا ماشي مشكل نتعاونوا مع بعض ديالنا الاخوان والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المهم نقرب للريزو ان شاء الله غادي نحاول نصور لكم البلاصه اللي جا فيها الريزو ديك المنطقه اللي جا فيها اللي جاي في يا الخلا يا المكان لا سكان لا حتى شي حاجه المهم لازم ديك الريزو تسمع 100% غيكون دابا عين بزاف تكون الاماراتيين في الصحراء هذه بزاف تقريبا هادشي باش داروا داك الريزو تما المهم الاخوان غنخليكم دابا
من وصل تما ان شاء الله غادي نصور لكم. انا زعما نصور واحد البلاصه هنا اللي فيها الرمله بزاف، عاد هي غنصورها لكم ان شاء الله. ما تشوش معنا، ما تشوش، خليكم معنا لما نوصل تما ان شاء الله غادي نصورها. Metros.